إذن من المقرر أن تطرح إدارة الرئيس الأمريكي على مسامع الوفد العسكري الإسرائيلي المتجه إلى واشنطن بحسب الإعلام العبري عدة خيارات وبدائل لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أفكار واشنطن تراوحت بين إرجاء العملية البرية عدة أشهر لاستقرار الوضع الإنساني وتهيئة الظروف لإخلاء المدينة من السكان والتركيز على تأمين الحدود بين مصر وغزة وتنفيذ خطة أمريكية إسرائيلية مصرية مشتركة لتدمير الأنفاق وإنشاء بنى تحتية تساعد على منع تهريب السلاح إلى القطاع. تزداد خشية واشنطن في حال فشل المفاوضات في الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس من أن يقرر نتنياهو اجتياح رفح، وهو ما سيشكل نقطة انكسار بين الجانبين. الإعلام الإسرائيلي نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس بايدن طلب من نتنياهو عقد اللقاء في البيت الأبيض محاولا منع التصادم المباشر بين الجانبين نظرا للمواقف المتناقضة، إذ يرى الأمريكيون أن تل أبيب تفتقد لخطة ناضجة وقابلة للتنفيذ قادرة على حماية المدنيين، بينما يتمسك نتنياهو من طرفه بضرورة اجتياح المدينة بوصفه جزءا من عملية القضاء على القدرات العسكرية لحماس. ومن المفترض أن يتوجه وفدان إسرائيليان إلى واشنطن، أحدهما يترأسه وزير الأمن يوآف جالانت والآخر برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هينيغبي، ويضم مقربين من نتنياهو سيبحثان العملية البرية في رفح وقضية المساعدات الإنسانية. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن توترا نشب بين الأجهزة الأمنية ونتنياهو على خلفية عدم علم الأمن بتوجه وفد إلى واشنطن إلا من خلال إعلان البيت الأبيض، علاوة على وتساؤلات عدد من أعضاء الحكومة بشأن جدوى إرسال وفود لواشنطن ما دام نتنياهو يصر على اجتياح رفح بحسب الهيئة. نبحث في هذا النقاش البدائل والمقترحات التي ستقدمها الإدارة الأمريكية للإسرائيليين عوضا عن قرار الاجتياح لمدينة رفح المكتظة باللاجئين، كما نناقش أسباب القلق لدى الإدارة الأمريكية من عملية برية إسرائيلية تستهدف رفح. يقول عنها مسؤولون أمريكيون إنها ستشكل نقطة كسر في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن. ونسأل عن حقيقة النوايا الإسرائيلية في الاستجابة للمطلب الأمريكي بالجلوس والاستماع للبدائل في ظل انقسام وتوترات بين أطراف الحكومة الإسرائيلية بشأن العملية البرية في رفح وجدوى الاستجابة للمطلب الأمريكي. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفي من حيفا الدكتور مهند مصطفى الباحث في مركز مدى الكرمل، وأيضا من القاهرة أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، وأيضا ينضم إلي من واشنطن ريتشارد شماير الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. أبدأ معك من واشنطن سيد ريتشارد شماير، والحديث عن طرح أمريكي يشمل بدائل لاجتياح رفح. تتحدث واشنطن عن إرجاء العملية، تأمين الحدود بين مصر وغزة وتدمير الأنفاق. ما هي مضامين هذه الخطة الأمريكية من وجهة النظر الأمريكية أيضا، وما الذي سيدفع نتنياهو للموافقة عليها كما تراها واشنطن؟ أعتقد أن هذه خطوة إيجابية. نتنياهو والإسرائيليين وافقوا على إرسال وفد إلى واشنطن لكي يصغوا إلى بدائل استخدام القوة العسكرية، وهذا كان موقف بايدن، أي إسرائيل يجب أن تضمن أمانة وسلامة أولئك الذين ذهبوا إلى رفح قبل أن تشن أي عملية عسكرية ضد حماس في ذلك المكان، وتلك هي العناصر الأساسية التي سوف يتم النقاش فيها مع الوفد الإسرائيلي. بلينكين موجود في المنطقة اليوم، هو في المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن هذه الدبلوماسية يمكن أن تشجع إسرائيل لكي تتبع منحا معتدلا في القضاء على حماس، وأيضا النظر في ما يتلو الحرب. لذلك
هذه التطورات الدبلوماسية هي إيجابية ويحدوني الأمل أن نصل إلى مسار أفضل فيما يخص العلاقة مع إسرائيل. ولكن ما الذي سيجعل نتنياهو يوافق عليها من وجهة نظر أمريكية؟ يعني ما الذي تراه الولايات المتحدة في هذا الطرح من نقاط ستجعل نتنياهو الذي يقول بأن القضاء على حركة حماس وتحقيق النصر لإسرائيل لن يحدث دون عملية برية في رفح؟ أعتقد إذا ما كان هنالك حوافز كاحتمالية التطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى واحتمال إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، هذه الحوافز سوف تؤثر على موقف نتنياهو. أما بالنسبة للقضية التي أثرتموها، فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تطرح بعض الأفكار المرتبطة بالشق العسكري والشق الأمني لجهة التصدي لتهديد حماس في رفح من دون عملية عسكرية كبرى ضد رفح والشعب فيه. وأعتقد أنه من خلال هذه العناصر يمكن أن تقتنع إسرائيل أن تتبع مسارا نعتقد أنه يصب في مصلحة إسرائيل وسوف يخفف من وطأة المعاناة والأضرار التي تلحق وربما تلحق في الشعب الموجود في رفح والغزيين عموما. نعم دكتور مهند مصطفى، على الجانب الآخر نتنياهو في آخر تصريح له حتى بعد حديثه عن موافقته لإرساله وفدا إلى واشنطن يقول بأن عملية رفح ستحدث وبأن إرساله للوفد جاء نتيجة لاحترام للرئيس الأمريكي جو بايدن. باعتقادك يعني لماذا أرسل الوفد إلى الولايات المتحدة؟ نعم، أولا نتنياهو منذ أشهر، يعني ليس هنالك قضية متعلقة بالحرب على غزة، قضية عينية أقصد، ليس الحديث بشكل عام عن الأهداف العسكرية لإسرائيل في الحرب، وإنما عن قضية عينية في غزة. أكثر قضية تحدث عنها نتنياهو هي قضية عملية عسكرية في رفح. يعني أنا أعطي مقارنة، نتنياهو في آخر ديسمبر عام 2023 تحدث عن سيطرة أمنية واحتلال إسرائيلي لمحور فيلادلفيا، بعدها لم يكرر هذه العبارة مرة أخرى، لم يتحدث عن موضوع هذا مرة أخرى، بينما عملية عسكرية في رفح هو يتحدث عنها تقريبا في كل خطاباته. لا بل أنه ربط بين فكرة الانتصار في هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل وبين عملية عسكرية في رفح. ليس هناك قضية كبل فيها نتنياهو نفسه مثل قضية عملية عسكرية في رفح، ولذلك أصبحت هذه القضية بالنسبة له قضية حياة أو موت بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لأنه هو نفسه أدخل نفسه في هذه النقطة أو أدخل نفسه في هذا القفص المتعلق بعملية عسكرية في رفح. ولذلك نتنياهو مصمم على هذه العملية. الاختلاف مع الإدارة الأمريكية هو حول قضيتين مركزيتين. القضية الأولى هو حجم هذه العملية العسكرية، هل يتم الحديث عن اجتياح كامل لعملية رفح، هذا ما يريد نتنياهو، أو عمليات عينية كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا القضية الثانية متعلقة بقضية إدخال المساعدات الإنسانية وتأمين السكان المدنيين في رفح. ما عدا ذلك نتنياهو مصمم على هذه العملية. إرسال هذا الوفد إلى الولايات المتحدة للنقاش حول هاتين القضيتين، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر تقريبا تطلب من إسرائيل خطة عملية وتنفيذية لتأمين السكان المدنيين في رفح. واعتقد أن هذا الوفد هو جزء من التصور الإسرائيلي طرح هذه الخطة لإشراك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الخطة. الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا ترفض مبدئيا هذه العملية العسكرية، هي ترفض طريقتها، هي ترفض أن تؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة جدا. مش مهم إذا بتؤدي كارثة إنسانية بسيطة، ولكن كارثة إنسانية كبيرة لا تريد ذلك. ولذلك هذا الوفد هو جاء يعني من أجل النقاش حول هذه القضايا. ولكن هل إسرائيل مصممة للذهاب إلى هذه العملية؟ الجواب نعم، لأن نتنياهو أصبح وجوده وحضوره وحياته كلها، أقصد حياته السياسية طبعا، متعلقة بعملية عسكرية في رفح. ليس هناك قضية ركز فيها نتنياهو وتحدث عنها بهذه الكثافة، بهذا التصميم، بهذا الالتزام أمام المجتمع الإسرائيلي مثل تنفيذ عملية عسكرية في رفح.
طيب وبالتالي ما العوامل التي قد يمكن أن تشكل ضغط على نتنياهو وقراراته وإصراره كما ذكرت وتكبيل نفسه بفكرة اجتياح رفح عسكريا، سواء ما تحدثنا داخليا لدينا معسكر آخر يتحدث عن ضرورة الإفراج عن الرهائن، معسكر آخر يتحدث بصيغة تختلف عما يطرحه نتنياهو، والضغوط الأمريكية الآن؟ دعيني أبدأ بالنقطة الثانية التي ذكرتيها عن الصراع الداخلي. صحيح هنالك في صراع داخلي في إسرائيل، ولكن هذا الصراع يتعلق إنه من الأولوية الآن، هل الأولوية لعملية عسكرية أم الأولوية لملف الأسرى والرهائن؟ بمعنى أن مثلا خذ على سبيل المثال عضو مجلس الحرب بيني جانتس. بيني جانتس لا يعارض عملية عسكرية في رفح، ولكنه يعارض أن تكون هذه العملية قبل حل مشكلة الأسرى والرهائن الإسرائيليين. بالنسبة لجانتس هذه الأولوية الآن في المرحلة الحالية وليس عملية عسكرية. الاختلاف هو في الأولويات بين نتنياهو وبين جانتس. حتى عندما كان جانتس في الولايات المتحدة الأمريكية وتم دعوته من واشنطن، هو أكد أن إسرائيل سوف تقوم بهذه العملية في مدينة رفح. ولكن جانتس على خلاف نتنياهو، جانتس يعطي أهمية لموضوع الأسرى والرهائن الإسرائيليين، يعطي أولوية لحل هذه القضية أولا، يعطي أهمية للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. نتنياهو لا يهتم بهذا الموضوع، هو يهتم فيه إعلاميا، دعائيا، علاقات عامة، ولكن في نفسه الداخلية هو لا يهتم بهذا الموضوع. ولذلك هذه الخلافات هي حول أولويات الحرب، هل الأولوية الآن للأسرى والصفقة أم الأولوية الآن لعملية عسكرية؟ بالنسبة لمن يوقف نتنياهو، هناك عاملين يمكن أن يوقفا نتنياهو. أولا الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية جادة بمنع هذه العملية، تستطيع فعل ذلك. والنقطة الثانية هي موقف مصر من هذه العملية، مصر تستطيع أن توقف إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية في رفح. هذين العاملين هما العاملان المركزيان الذين يمكن أن يمنعا نتنياهو من تنفيذ مثل هذه العملية. طيب هذا إذا ما كان العوامل المتعلقة بتنفيذ هذه العملية، ولكن إذا ما ذهبنا إلى الخطط البديلة التي تطرحها واشنطن سيد أشرف العشري، إذا ما سألتك عن مصر والموقف المصري المتوقع من هكذا خطة بديلة تطرحها واشنطن من خلال تأمين الحدود بين مصر وغزة، الحديث عن تأمين محور فيلادلفيا، وهذا يتطلب بالضرورة عمليات عسكرية على ذلك المحور. بداية على أن مثل هذه العملية مرفوضة من القاهرة، القاهرة أعلنت طيلة الأيام الماضية في أكثر من إطلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى أخيرا كان عندما اجتمع مع عدد من قارة الاتحاد الأوروبي في اليومين الماضيين في القاهرة وقال أن مصر تحذر تحذيرا بالغ الأهمية من أي عملية عسكرية في رفح، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى أخطار وتحديات جسيمة على الأمن في الإقليم كله، وأن مصر ترفض أي محاولات إسرائيلية لأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى تصدع في العلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية، وسوف يؤدي لأن يكون هناك أزمة كارثة إنسانية لا حدود لها. عليك أن تضع في الاعتبار ماذا سوف يكون مصير 1,300,000 فلسطيني في منطقة رفح، كيف ستعامل معهم نتنياهو، هل سيلجأ إلى ما دعاه كذبا بأنه سيكون هناك إنشاء لمناطق أو جزر إنسانية في وسط غزة ويتم ترحيلهم، وما هي الأسباب التي سوف يقدم عليها نتنياهو حتى يستطيع ألا يحدث نوع من الصدام مع الجانب المصري. هذا الأمر يجب أن يضعه الجانب الإسرائيلي في الاعتبار، خاصة أن القاهرة حذرت على لسان القيادة المصرية أكثر من مرة وبلغت الإدارة الأمريكية، حتى أن مستشار الأمن القومي قال أن مصر ترفض هذه العملية وأنها أبلغت الجانب الأمريكي رفضها بشكل قاطع لهذه العملية لأنها ستؤدي إلى تصدع وربما يكون أيضا هناك انسداد في مسار العلاقات. طيب هذا بالنسبة لعملية رفح سيد العشري، هذا بالنسبة لعملية رفح، ولكن عن الطرح الجديد الآن، عن الطرح الجديد الأمريكي الآن نتحدث فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا. بكل تأكيد محور فيلادلفيا الموقف المصري كان واضح منذ عدة أسابيع، ربما أكثر من 6 أسابيع، وقال أنه لن يقبل بأي نوع من التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ولا يقبل بأي حال من الأحوال، كما رفض أن يكون هناك عملية تهجير قصر فلسطين باتجاه أراضي سيناء وحتى فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية. هذا الأمر سيكون مدار بحث مستفيض غدا لوزير الخارجية الأمريكي عندما يزور القاهرة، وأنه أتى القاهرة من أجل هذا الغرض تماما بعد أن أبلغت القاهرة رفضها للجانب الأمريكي، وسيجتمع مع القيادة المصرية مع وزير الخارجية المصرية، وسيجتمع أيضا مع اللجنة الثلاثية العربية في القاهرة المشكلة من وزراء خارجية القاهرة، مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر وأيضا الإمارات العربية المتحدة وفلسطين، وهؤلاء الستة سيضعون على السيد بلينكن
ورقة العمل العربية التي تتعلق بعدد من الآليات أو عدد من القضايا الرئيسية بما فيها بدءا من تطورات الأوضاع في قطاع غزة في الوقت الحالي، وما هو المدى الزمني لإنتهاء هذه العملية العسكرية في إسرائيل، مرورا بما يتعلق بتسريع قضية ما يعرف بالاتفاق الإطاري في باريس الثلاث مراحل الخاصة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ثم وصولا إلى مرحلة الهدنة الكاملة 6 أسابيع في مرحلة أولى وثانية وثالثة، ثم أيضا ماذا عن اليوم التالي في غزة، وماذا عن مستقبل القضية الفلسطينية فيما يتعلق بمؤتمر دولي لعملية السلام في النصف الثاني من هذا العام حسب ما جاء في الورقة العربية فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا، العملية الإسرائيلية في رفح، وماذا عن مشاركة مصر؟ مصر موقفها واضح، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعاون مع إسرائيل. طيب السؤال الآن، سؤال الآن سيد أشرف مصر العشري، موقف فيما موقف في هذه الحالة، هل الموقف المصري هو الذي يرفض أي عملية عسكرية في رفح، ويرفض أيضا أي مقترح يتعلق بسيطرة إسرائيلية على محور فيلادلفيا؟ إلى أي درجة يتوافق هذا الموقف مع موقف الولايات المتحدة؟ بمعنى، هل مصر هي ضد عملية عسكرية على رفح بالكامل، أم هي مع فكرة تأمين المدنيين مثلا، ولن يعني تعترض أو تبدي موقف تجاهها في حال تم تأمين مدنيين في رفح وحدثت العملية كما تريدها الولايات المتحدة؟ يا سيدتي، الموقف المصري واضح وضوح شمس الظهيرة في أغسطس، منذ اللحظة الأولى قالت أنها ترفض أي عملية عسكرية في منطقة رفح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بالقبول بها، لأن هذا الأمر سوف يؤدي كما جاء في على لسان القيادة المصرية وبيان الخارجية المصرية في اليومين الماضيين إلى كارثة إنسانية لا حصر لها، ستغير المعادلة داخل إقليم أو داخل قطاع غزة، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك قبول أو تعاطي، بل رفض مصري كامل، وهذا الأمر أبلغ الجانب الأمريكي. طيب، حتى محور فيلادلفيا ممنوع السيطرة الإسرائيلية عليه، لأنه محكوم باتفاقيات في هذا الإطار بعد الانسحاب الإسرائيلي في عهد شارون من قطاع غزة في عام 2005، وهناك ترتيبات أمنية تحدد مستوى التواجد العسكري وأيضا الشرطي، وحتى على طيب مستوى الأهداف سأسألك العسكرية أكثر الموجودة في سيد أشرف العشري المصري والإسرائيلي عن الأوراق التي تمتلكها تفضلي. مصر مثلا في حال سار أحد المسارين، سواء عملية عسكرية في رفح أو حتى الخطة البديلة التي تطرحها واشنطن. ولكن بعد أن أذهب إلى واشنطن مرة أخرى سيد ريتشارد، محرك واشنطن الآن في الحديث عن خطط بديلة كما تقول هو الأزمة الإنسانية التي يمكن أن تحدث ومطالبها المتعلقة بتأمين المدنيين وحمايتهم، ولكن ماذا عن القتل اليومي، المجاعة الحاصلة الآن في القطاع؟ ألا تعتبر محرك إنساني أيضا لواشنطن لكي تتخذ موقف؟ بمعنى، ما المعطيات التي تجعل من دوافع واشنطن في التحرك الآن يقال عنها بأنها جدية وليس كما تابعنا في الأشهر الخمسة الماضية؟ أعتقد أن إدارة بايدن قامت بكل ما بوسعها لتوفير المساعدات الإنسانية على نحو مباشر، وأن تحث إسرائيل والآخرين على أن يوفروا مساعدات إنسانية. لقد قمنا بإنزال المساعدات جوا وأيضا بحرا إلى شمال غزة، وسوف نستمر في ممارسة الضغوطات على إسرائيل والدول الأخرى للسماح بتوفير المساعدات الإنسانية عبر الحدود. هذه أولوية، ونحن على دراية بأن هناك أزمة خانقة بالفعل يجب التصدي لها، وأعتقد أن إدارة بايدن وزيارة بلينكين سوف تؤكد على هذه الرسالة إلى الإسرائيليين وأي طرف آخر يمكن أن يخفف من وطأة معاناة الإنسانية في غزة. ولكن حتى اللحظة سيد ريتشارد، الضغوط الأمريكية تأتي في إطار حدة التصريحات ارتفاعا وانخفاضا، حتى أن هناك من يرى بأن اتصال بايدن الذي جرى مع نتنياهو جاء لتخفيف من حدة الأجواء بعد مجموعة من التصريحات الأمريكية التي كانت ضده أيدها حينها بايدن. لا يوجد ضغط حقيقي أمريكي، وبالتالي متى يمكن أن يوجد هذا الضغط الحقيقي الأمريكي على إسرائيل، ونحن والجميع يعرف بأنها بإمكانها تغيير من مسار ما يجري على الأرض؟ أعتقد أن المكالمة الهاتفية في يوم الاثنين بين نتنياهو وبايدن بالفعل تخللها كلام قوي اللهجة من بايدن لتوجيه
السماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى غزة من قبل إسرائيل، ومن الصعوبة بمكان قياس وقع الضغوطات الأمريكية. أعتقد أن هذه الضغوطات أفضت إلى تأثيرات إيجابية على إسرائيل للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية، ولكن لا أعتقد أن إسرائيل سوف تعترف بذلك. أعتقد أن الضغوطات سوف تستمر، وهنالك كما قلت أزمة خانقة، وهذا سوف يفضي إلى ممارسة الضغوطات على إسرائيل وعلى الأطراف الأخرى لتوفير المساعدات الإنسانية في حدها الأقصى، ونحن سوف نستمر في تعزيز جهودنا. نحن سيبا من خلال بناء رصيف مؤقت لتوفير المساعدات عبر البحر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. الضغوطات التي أسفرت عن تخفيف لوطأة الأزمة الإنسانية كما تقول لا تشاركك الرأي به الأمم المتحدة ومنظمات أخرى التي تقول الآن بأن القطاع فعلا يعني تخطى حافة المجاعة، ليس 20% الحد الطبيعي، ولكن نتحدث عن 70% من السكان هم في حافة المجاعة. دكتور مهند مصطفى، يعني باعتقادك هل صحيح بأن عملية رفح تشكل تهديد للعلاقة بين أمريكا بايدن وإسرائيل نتنياهو؟ أم مبالغ فيه هذا التوصيف؟ حسب هذه العملية وأهدافها، يعني بمعنى أن في اعتقاد أن الخلاف الأساسي بين بايدن وبين نتنياهو حاليا حول الحرب على غزة هو حول الهدف من هذه الحرب. بايدن يعتقد أن الهدف السياسي لهذه الحرب أو فيما يسمى اليوم التالي هو يجب أن يكون، طبعا هو يشترك مع نتنياهو بالقضاء أو بالإطاحة بحركة حماس، هما يعني يتفقان على ذلك. الاختلاف بينهما أن نتنياهو بالنسبة له أن هذا الهدف يمكن تحقيقه فقط بالطريقة العسكرية بدون أي قيود. بايدن يعتقد أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه فقط بالطريقة العسكرية، وإنما هنالك في حاجة إلى مقاربات سياسية لهذا الهدف. هذا هو الفرق بين بايدن وبين نتنياهو. وأود هنا أن أذكر أن الخلاف هو بين بايدن وبين نتنياهو وليس بين بايدن وبين إسرائيل. دعوة غانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت من أجل محاولة إيجاد ضغط على نتنياهو من جهة، ممكن الضغط على حراك سياسي إسرائيلي من جهة أخرى. وسمعنا الخطاب لرئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الذي قال أن على إسرائيل الذهاب إلى انتخابات. كان هنالك في تعويل من إدارة بايدن أنه يمكن تغيير بنيامين نتنياهو بحكومة جديدة. هذا الأمر لا يمكن الآن في إسرائيل، لن يحدث في إسرائيل على، يعني دعنا أكون على المدى القريب، لن تكون هنالك في إسرائيل انتخابات، لن يتم استبدال نتنياهو. ولذلك الضغط على نتنياهو ازداد في الفترة الأخيرة، الضغط عليه ازداد لأن إمكانية تبديله أصبحت إمكانية ضعيفة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الضغط عليه ازداد ليس فقط من خلال التصريحات الأمريكية، وإنما فرض عقوبات على مستوطنين، معنى الضغط أيضا على اليمين الإسرائيلي المتطرف. بايدن لا يريد هذه الحكومة كشريكة في اليوم التالي للحرب، لأنه يعلم أنها سوف تعيق التصور الأمريكي فيما يتعلق بقطاع غزة. ولذلك الفرق أن نتنياهو لا يرى أي شيء أمامه سوى عمليات عسكرية. طيب، طبعا واضح الدوافع، بينما بايدن يعتقد أن هنالك بحاجة إلى مقاربات سياسية من أجل تحقيق أهداف الحرب وليس فقط عمليات عسكرية. ما الجدوى بالنسبة لنتنياهو باعتقادك بأن يقبل الطرح الأمريكي بتأجيل عملية رفح بالسيطرة على محور فيلادلفيا، والذي يحتاج طبعا إلى تنسيق مع مصر؟ لا، يعني نتنياهو كما قلت في المداخلة الأولى لن يلغي عملية رفح، هو قد تأجيل، يعني يقوم الولايات المتحدة تحدث عن تأجيل أيضا. أو دعنا نقول أن هناك في عاملين هناك في ثلاث عوامل للتأجيل، حتى ليس فقط العامل الأمريكي، هنالك في عامل إسرائيلي داخلي متعلق بموضوع ملف الأسرى ورهان الإسرائيليين. نتنياهو الآن لا يستطيع الذهاب إلى عملية عسكرية قبل أن يغلق هذا الملف، سواء بصفقة أو بانعدام صفقة، لا يستطيع أن يفعل ذلك. والعامل الثاني هو العامل العسكري، أن الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ما زال مشغولا في شمال القطاع في وسطها. الجيش الإسرائيلي الآن لم ينهي تحضيراته إلى عملية عسكرية في رفح، هذا أيضا عامل. والعامل الثالث هو العامل الأمريكي، التأجيل وارد. أصلا نتنياهو تحدث يعني منذ العام 2024 أولا تحدث أن عملية في رفح قبل رمضان، يعني هيك يعني كان الحديث، ومن ثم تم تأجيلها إلى بعد المباحثات الأولى في باريس.
يعني اذا بحاله فشلها سوف اسرائيل تقوم بعمليه، والان تم تاجيلها، بمعنى ان عمليه تاجيل هذه العمليه هي عمليه يعني مستمره، يتم تاجيل هذه العمليه كل مره بسبب هذه العوامل الثلاث التي ذكرتها. ولكن بالنهايه نتنياهو يعني اذا اراد تحقيق وعوده للجمهور الاسرائيلي لليمين الاسرائيلي سيقوم بهذه العمليه، قد يؤجلها يعني كمان شهر كمان شهرين، ولكن بالنهايه نتنياهو سيقوم بهذه العمليه. هنا ياتي دور الولايات المتحده الامريكيه في هذه المساحه، مساحه التاجيل، في هل هي مستعده بالنهايه الى وقف هذه العمليه ام انها تريد ان تعطي اسرائيل. يعني التاجيل ايضا يعني علينا ان نربطه في موضوع الرصيف العائم، الرصيف البحري العائم. هل الولايات المتحده الامريكيه صادقه؟ بمعنى هل هي تريد التاجيل فقط من اجل اتمام بناء هذا الرصيف؟ وبهذه الناحيه سيكون اسهل على اسرائيل تنفيذ هذه العمليه. يعني بمعنى سيتم ادخال مساعدات انسانيه الى الشمال، لانه مع هذه العمليه لن يتم ادخال مساعدات انسانيه من الجنوب. بمعنى اتمام بناء هذا الرصيف سوف يعطي بالذات مشروعيه لاسرائيل للقيام بعمليه في رفح. ولذلك هذا التاجيل قد يلعب لصالح اسرائيل وليس ضدها، لانه هذا التاجيل سوف يؤدي الى اتمام عمليات المنظومة أو بناء منظومة إنسانية في الشمال التي تسهل على إسرائيل قيام بعملية عسكرية في الجنوب. نعم. طيب سيد أشرف العشري، بالعودة إلى الموقف المصري ورفضه كما ذكرت لأي حتى الاقتراح الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة، ما الأوراق التي تمتلكها مصر في حال لنفترض بأن سواء إسرائيل قررت اجتياح عسكري على رفح أو حتى ذهبت باتجاه المقترح الأمريكي، ما الذي ستفعله وستقوم به مصر؟ دعني في عجالة حتى نسر النقاش أعقب عطفا على سؤال حضرتك لضيفك الأمريكي فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. أنا أقول أن الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي موقف ضعيف، فيه كثير من الخزي والتراجع. لم تقدم أمريكا ما هو مطلوب فيما يتعلق بممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك بالفعل حالة من السكوت على أن يقول الجانب الأمريكي أنه ينزل بعض المساعدات في الجو أو أنه يسعى لإنشاء رصيف بحري أو رصيف عائم. أعتقد أن هذه محاولات للتسويف والمراوغة وربما التماهي مع المواقف الإسرائيلية. نعم. كسبا للوقت سيد العشري، بالتأكيد هناك بدائل صريحة وواضحة. نعم، لأنه بقي أقل من دقيقتين. الممرات البرية بكل تأكيد المواقف المصرية مواقف لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأي نوع من التعاطي الإسرائيلي فيما يتعلق برفح، ستؤدي إلى كثير من الانسداد. لا تنسي أن هناك بالفعل درجة كبيرة من الانسداد الكامل، أول مرة منذ 45 عاما منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد في العلاقات بين مصر وإسرائيل هناك حالة من الغضب والاحتقان في مصالح العلاقات السياسية والأمنية وحتى على المستوى العسكري، وكل الخيارات المصرية مطروحة على الطاولة. وأعتقد القارة لديها سيناريوهات عديدة للتعاطي مع مثل هذه الممارسات الإسرائيلية في رفح لو حدث. إذا حصل نوع من الاشتباك سيكون هناك بالفعل الاشتباك السياسي والدبلوماسي، سيكون هناك بالفعل درجة كبيرة من ربما تجميد العلاقات المصرية الإسرائيلية، وقف التنسيق العسكري، وقف التنسيق الأمني، ربما أيضا تجميد القاهرة جهودها فيما يتعلق بأي تسوية خاصة في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والذهاب باتجاه إشاحة الوجه عن أي نوع من التعاطي مع الجانب الإسرائيلي لإمكانية أن يكون هناك تهديد الأمن القومي المصري. وبالتالي هذا الأمر سيقابله ردات فعل مصرية قوية عبرت عنها مصر بأكثر من وجهة بشكل صريح وواضح وعلني وليس بشكل ضمني، واعتقد ان هناك جهوزيه عاليه لكل السيناريوهات الاسرائيليه بايجاز الموقف الاقتصادي المصري. هل قد يشكل نقطه ضغط عليها؟ الموقف الاقتصادي لله الحمد تحسن في الايام الماضيه، استطعنا ان نجني ما يقارب 51 مليار دولار بعد راس الحكمه وغيرها من بعض المشروعات والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهناك مشروعات اخرى قادمه في الطريق. هذا الموقف ادى لان يكون هناك تقويه لظهر المفاوض المصري والقياده المصريه لفرض شروط جديده في المعادله فيما يتعلق بالجانب الاسرائيلي في معبر رفح وفيما يتعلق ايضا بمنطقه رفح. كل هذه الامور اخذت في الاعتبار وتغيرت الوجهه باتجاه التعامل بنديه وارسال رسائل تحذيريه للجانب الاسرائيلي، ومن اجل هذا الغرض ارسل الجانب الامريكي وزير خارجيه للقاهره غدا للبحث في صيغه حل هذه الاشكاليه قبل ان يحدث الانسداد الكامل والتعطيل والتحدي في مصالح العلاقات الاسرائيليه. وهذه سوف تكون نقطه مفصليه وجوهريه في حريص الوزير الامريكي غدا مع القياده المصريه ومع المسؤولين المصريين، وربما تؤدي لان يكون هناك بالبحث في صيغه جديده لامكانيه تاجيل هذه العمليه واعطاء الوقت الاضافي والكافي لافراج عن الاسرى والمعتقلين وتنفيذ المرحله الاولى 6 أسابيع مقابل ان يكون هناك جدول زمني للمرحلة الثانية والثالثة، وهذا أفضل من اقتحام رفح في هذا التوقيت. من القاهرة أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، شكرا لك، وأيضا
من واشنطن ريتشارد شماير الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومن حيفا الدكتور مهند مصطفى الباحث في مركز مدى الكرم. نعود الآن لاستكمال هذه التغطية مع خالد الغرابي.